والله هما ماشي ماشي شغلا شلت جوز. صيد ثمين مدهش في عرض البحر، وموقف غريب غامض ربما لم يتوقع أي من الشباب السعودي على متن مركب الصيد أن يقع تحت طائلته، الأمر الذي دفع أحدهم إلى ضرورة إخراج هاتفه لتوثيق اللحظة الغامضة حتى لا يشوب صيدهم الغامض أي نوع من التشكيك في صحته إذا ما سجلته الكاميرا بشكل متأخر. مشهد شديد الغرابة تعرض له جمع من الشباب السعودي أثناء رحلة صيد عادية في البحر الأحمر، فمن على متن مركبهم الصغير بدأت تلوح في الأفق تفاصيل الصيد الثمين معلق على ما يبدو في شيء عطل حركته فجعله هادئا مسالما ينتظر مصيره المحتوم بهدوء يفرض عليه ربما لم تكن يتمناه، لكنه في النهاية وقع تحت طائلته. تيس ثمين تائه في عرض البحر ليلتقي فهو الجمع السعودي بضحكات متسعة واندهاش بالغ مستفسرين بدهشة عن حقيقة ذلك الصيد وكيف عثر عليه هنا بالتحديد. فبدلا من أن تملأ شباكهم بالأسماك المتنوعة النادرة التي تزخر بها بيئة البحر الأحمر، عادوا إلى ربعهم بتيس على متن مركب الصيد في واحدة من أغرب الغنائم البحرية على الإطلاق. لكن الأمر لا يدعو للقلق، فالنظام البيئي لم يتغير لدرجة أن تترك التيوس المراعي الخضراء والصحراء الشاسعة لتحط رحالها في عمق مياه البحر الأحمر. وكذلك السبب واضح بكل تأكيد حول وجود تيس في قلب المياه واصطياده على أحد مراكب الصيد السعودية، وربما أصبح الأمر مشهورا خلال السنوات الماضية، فالمنطقة التي تظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات المواقع الاجتماعية هي منطقة عبور سفن تجارية، وبالتالي قد يكون التيس سقط من أعلى تلك السفن في المياه. وما يؤكد تلك الرواية أن التيس بمجرد أن صعد على متن المركب بمساعدة الصيادين السعوديين وسمع ضحكاتهم وأصواتهم كان يحاول السقوط في المياه من جديد بعدما شعر باقتراب أجله. بمجرد أن ترسو المركب في مينائها وتبدأ حفلة الشواء على شرف ذلك التيس الطريد، في حين تؤكد بعض الروايات الأخرى أن التيس لا يستطيع السباحة أكثر من 100 متر، وبالتالي لن يكون هناك أي تفسير لما حدث، إلا أن الشباب ألقوه في المياه لتصويره اللقطة من أجل الترند. لكن الأمر شديد الغموض، إذ ما صحت الرواية الأولى وهي أن يكون التيس وقع من مركب لشحن الأغنام وأنه لا يجوز أكله بأي حال من الأحوال حتى لا يمثل أي نوع من الخطر عليهم، وذلك لأن الكثير من مراكب الشحن بمجرد أن تشعر بوجود إصابة ما في أي من الحيوانات الموجودة على متن المركب التجاري تقوم بالتخلص منه حفاظا على أرواح البقية، وبالتالي ستكون الوسيلة الوحيدة للتخلص منه ستكون إلقاؤه في المياه حتى يلقى مصيره بعد مسافة ما من السباحة. فبرأيكم أي الروايتين أقرب للصحة؟